كنا فوق الارض الراويه ارواحهم ما تندموش ما حتى مشكل هنايا حاجه ما خصاتكم علاش تروح لتونس علاش تروح كيما نقولوا للطليان علاش تروح لفرنسا هاي هنايا ها بلادنا الله يبارك شابه ما شاء الله الغالب ما كاينش ترويج ليها ما كاينش الناس كيما يقولوا تجي تسجل هذو المناظر الخلابه رانا نشوفوهم البراويه يجيو من كل بلاصه المنطقه هذه الله يبارك بني بالعيد تحيات بني بالعيد حتى الصباح هلا السلام عليكم اخواني دوكا رانا وصلنا لشاطئ الساحل يعني ما شاء الله يعني كاع جنة منين زرع يعني هنا من العيد الله يبارك ما شاء الله شاطئ انسكبي شاطئ ما شاء الله يعني بلي اصلا من هنا صافي الله يبارك من دنيا الخومبية الله يبارك روعة تولي تشعل وحدك انا يعني بلاك انت البحر وانا بلونجي فيك انت زهرة وانا بابيورك انت المرقة وانا الجمبو انت البيدون وانا البوشونو الله الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله روعة الله يجزاك الله يجزاك السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش مو الشاطئ هذا تعرفوا ولا؟ ساحل. الله يبارك. يبارك فيك. لاكسو تاعك باين ماكش من جيجل منين؟ من ميلا. الله يبارك. جبل العقاب واد العثمانية. الله يبارك. يبارك فيك. موالفين نجيو من قبل هنايا؟ موالفين نجيو. وعجبك الحال بيان؟ عجب بيان بيان والله الحمد لله. كل عام انا نصيبو ديما هنا. يعني اشرح برك للمصطفين كيفاش وصلت هنايا؟ اسكو من ميلا بالبيس بعد حطك هنا ولا رحت للشاطئ تاع بني بالعيد ووصلت؟ بني بالعيد وجيت في القارب جينا لهنا. القارب شحال حسب لك بالقارب في القارب باش عاود توصل توصل سمع جماعه كامل 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 غالي روتور ومن بعد تعيط له صح تعيط له اليوم ولا غدا من تحب تروح تعيط له وتجي يديك الله يبارك هي انا باش المصطفين يكونوا على بالهم هذه باللي يوصلوا القارب لهنايا ويحكم الرقم تاعو تاع التليفون بعد يعاود يوصلوا واش حبيبي عجبتك الحياه يعني لاباس يا لاباس ها ما خساراش انا تدفع حتى 700000 اخويا يعني ما شاء الله 700 وقليله فيها اخويا ما دامش لقينا من ميلا لهنا بان نخسروا نورمال على هذه البلاصه يعني الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله واش خويا والله بيان مليحه لاباس والله لاباس ما شاء الله وانت اخويا كيف ها اليوم اوضحك 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 مريق للحياه الله يدي الحمد لله الله يبارك على كل حال انه جيت ما عرفكش ما عرفكش هو ضرب الاخر خلاص اسمع انا تواصل جاي نسجل معكم باش نضرب شويه يا اخي معليش الله يبارك فيها سكالو فيها الاخر ما شاء الله ما شاء الله يعني شوف القعده هذه يعني ما شاء الله يعني ما تقدرش تقيمها بالدراهم حاجه عائليه يعني ما شاء الله نسقسيكم سؤال انتم جيتوا من قبل هنا ما كاينش ديرونجمون ولا ديزاغريسيون يعني الحمد لله كاين الامن بالجهه هذه عافية ما شاء الله يا خويا حنا مادا بينا جميع اللي يجي لهنا يا خويا يروح للصراح ما يصرا ولا ليزغريسيون ولا لا الناس كيما يقولوا بالك يكون مع العائله تاعو يديرونجا يعني كيما نتوما اللي جا الله يبارك يعني ما راح يصرا والو يعني ما شاء الله راكم مرتاحين بيا لا لا الحمد لله الحمد لله ربي يبارك فيكم جونا ونباتوا ونقعدوا ونروحوا الله يبارك ونضربوا السكالوب نضربوا السكالوب نضربوا الشباب نضرب الحميص صبي بليزير يعطيكم الصحة خالتي مرحبا بكم تغداو معنا الله يبارك فيكم ربي يحفظكم اوا شويه ونجي انا ونقرص عليك انا ارواحني سناو اسمع كي شويه ونجي جمرت النار هيا خلاص اخويا ما كاش مشكل ربي يحفظكم اخواتي غابة ومياه صافية ما يش كما أقول لك ما يش كاينة في جميع الولايات بالأخص ولاية جيجل راهي كما أقول لك راهي جنة في الأرض جنة في الأرض
نصر وقيل وراء العام اللي فات شفنا تصاور هادو هام حطوهم بزاف صفحات ما في صفحات تاع المغرب تاع تونس كدا وبداو يذكروا المناطق هادو باللي كاين واحد يقول من كندا واحد يقول في استراليا صح شفتهم هادو كاينه هي ما عندهاش بزاف ما عندهاش واحد الشارع هكذاك صفحه مليونيه من تونس انها هزت فيديو من الشاطئ هذا تاع رميله بني بلعيد ونشراته على اساس انه شاطئ من شواطئ تونس هي كانت تدخل في الخاص مع ادمين الصفحه وضحت له الامور قلت له بلي راه شاطئ رميلا بني بلعيد جيجل الجزائر ودخل عندي انا الصفحه تاعي كي توريستيك بني بلعيد وقدم اعتذار آمنة حتى العائلة راهي تخيم هنا في شاطئ الشواطئ المعزولة هذه ما كان حتى حاجة هكذا يعني صامش ترى مشكل ما عمرهاش يعني على كل حال معروفين الناس بني بالعيد كما يقولوا يعني شوف احنا نأكدوا الحرمة والاحترام حتى ابناء المنطقة يشوفوا واحد غير محترم دار حاجة هكذا خارجة على الطريق ولا يدخل ما عندهاش واحد 3 سنوات هكذا في شاطئ هذا كان شاطئ معمر بالعائلات جا واحد دار دي جي موسيقى وكلش انه في البلاصه خرجوه سبحان 5 دقائق خرج تدخلوا بناء المنطقه وخرجوه من الشاطئ ما خلاوش يبان يعني اكدوا الاحترام وتم الاحترام ان شاء الله.